حياكم الله إلى مقدم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت وزارة التخطيط عن عدد الموظفين في الدولة المسجلين في المنصة الإلكترونية باستثناء كردستان العراق، وقالت الوزارة إن العمل متواصل لإنهاء المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي، وإنه تم تسجيل أكثر من 3,400,000 موظف في الوزارات ومؤسسات الدولة حتى هذه اللحظة، مبينة أن المنصة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بها والمحافظات وجهات أخرى كوزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية. وصفت اللجنة المالية النيابية القطاع المصرفي في العراق بالمتخلف وأنه لم يتطور إلى الآن، منتقدة شروط السلف كون أغلبها تعجيزية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن المصارف تطلب من الحكومة مليارات وتريليونات الدينارات، ما جعل هذه المصارف تطرح سلفا بشروط تعجيزية على المواطن، وبالتالي جعل استثمار تلك الفرص من المواطنين ضعيفا. وأضاف كوجر أن القطاع المصرفي متخلف ولم يتحول إلى قبلة للمستثمرين والصناعيين والمواطنين. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الاتفاقات السياسية بشأن الموازنة لم تصل إلى مرحلة التمرير لإحالتها إلى البرلمان الحالي وتحديد موعد جلسة التصويت عليها. وقال عضو اللجنة مصطفى القرعاوي إن تعديلات الموازنة من الناحية الفنية افترضوا أن تكون بيد اللجنة المالية النيابية من أجل إجراء التعديل والتصويت عليها وتمريرها داخل البرلمان الحالي، مضيفا أن الاتفاقات بين الأطراف السياسية بشأن تعديلات الموازنة لا تعد اتفاقات دستورية على حد تعبيره. أكد النائب عدنان الجحيشي استمرار الخلافات بشأن بعض المواد الخاصة بتسليم نفط كردستان العراق، وبين الجحيشي التوصل إلى اتفاق بشأن الفقرة المتعلقة بأموال موظفي كردستان العراق المدخرة، مع وجود بعض الخلافات الأخرى التي ما تزال تعرقل التصويت النهائي على قانون الموازنة العامة. هذا ورجح عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد شبكي تمرير الموازنة منتصف الأسبوع الحالي، ولا سيما بعد أن استكملت اللجنة المالية البنود الأخيرة الخاصة بالموازنة. وفي خبرنا الأخير، حذرت مراكز معنية بالشؤون الاقتصادية من عمليات استنزاف منظمة تتعرض لها العملة الأجنبية في العراق وتتسبب بانهيار الدينار. هذا وأكدت المراكز أن عمليات بيع الدولار واختلاف الأسعار بين البنوك والسوق السوداء التي يباع فيها الدولار ب 148 تتسبب بخسائر كبيرة، جعلت من الصعب على البوابة الإلكترونية ونظام سويفت ضبط ما يجري. وأكدت المراكز الاقتصادية أن العراق لا يعاني من عجز اقتصادي، بل المشكلة تتركز بأنه يصرف أكثر من 20 مليار دولار لدفع مرتبات أكثر من 100,000 شخص، ما يحتاج من الدولة رسم سياسات اقتصادية جديدة لضبط عمليات بيع العملة وتنويع مصادر دخل الموازنة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.